صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه إلحاقا للبيان المعلن عنه بتاريخ 16 من الشهر الثامن من عام 1440 للهجرة بشأن إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي من خلال محاولة يائسة قامت بها مجموعة إرهابية مكونة من 4 أشخاص والتصدي لهم من قبل قوات رئاسة أمن الدولة، ما أدى إلى مقتل المهاجمين جميعا. كان هذا آخر هجوم إرهابي تعرضت له السعودية قبل أيام. مقر مركز المباحث العامة في محافظة الزلفي شمال الرياض كان الهدف. لم يحقق الإرهابيون الأربعة الخائبون هدفهم، حيث تعامل معهم رجال الأمن بكل قوة وشجاعة وتمكن كما هي العادة، وأردوهم قتلى واحدا تلو الآخر في دقائق معدودة. هذه هي المملكة العربية السعودية التي مضت وتمضي وستمضي في محاربتها للإرهاب والتطرف. استمرارا لمواصلة الدولة جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وبعد يومين فقط من حادثة الزلفي أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذها لحكم القتل تعزيرا ل37 إرهابيا سعوديا ارتكبوا عدة جرائم استهدفت الإخلال بالأمن. كل ذلك وما سبقه خلال السنوات الماضية التي كانت مليئة بالهجمات الإرهابية الجبارة، يؤكد بأن المملكة هي أكثر الدول المستهدفة، وفي ذات الوقت بل وقبله هي أكثر دولة محاربة للإرهاب. حقوق الابن هو أكثر ما يؤلم الأم التي ربت وسخرت كل جهدها له وبذلت الغالي والنفيس، لم تدخر يوما أي طاقة تجاهه. هنا الحديث عن هذه الدولة العظيمة الحالمة الطموحة الساعية التي تعرضت للعقوق من قبل بعض أبنائها بعد أن تخطفتهم شياطين الإنس وغربان الإرهاب. حربنا على التطرف ماشية، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية، مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف. قلتها يا سيدي، نحن ماضون في كل ما ذكرت رغم كل الظروف، ومهما حاول الإرهابيون النيل من هذا الوطن سيبقى شامخا قويا. لمعالي المواطن محمد السويرم.